وان شاء الله كنقول المنتخب المغربي راه غادي يفوز ضد كندا بجوج زيرو ان شاء الله، واذا علاش ثلاثه كاع حنا نربحوهم ونضربوهم وندوزو لالمانيا تاش باينه دوز المانيا في المركز الثاني ونضربوها حتى هي، وما تخافوش مربوحه والركراكي تايقين فيه، وندوزو عاود البرازيل ونضربوها حتى هي نيمار مضروب هاك عارف، وان شاء الله المغرب هذا العام يحقق واحد النتيجه كبيره اللي نفتخروا به. واخا شحال ما شفنا شي نتيجه كبيره من المنتخب من 86، وان شاء الله حنا نكونوا ما في مقدمه الدول العربيه والافريقيه، وما غاديش يحشمونا، وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. وتحيه للركراكي والمنتخب المغربي وشكرا. المنتخب الوطني التوقع ديالي كان غير ربح غدا بدوئة، وصافي راك عارف ان الاجواء في الرباط في اكدال مزيانه فهمتي، واخا كتكون الدنيا عامره ولكن كلشي مزيان كيدوز داكشي مزيان. انا كنتوقع ان شاء الله يدوزوا للربع، الا طاحوا يقدروا يطيحوا مع اسبانيا ولا المانيا، وديك الساعه فهمتي راك عارف الالمان والاسبانيون زايدين، ولكن نتمنوا حد سعيد للمنتخب الوطني. اعتقد انه المغرب حيربح بكره 2-0 اعتقد ان شاء الله. Voilà, bon, je dis d'après les résultats que j'ai vu constater la dernière fois, je peux dire qu'en fait les Marocains, les joueurs marocains, ils sont trop motivés, ils sont déterminés aussi. Quand tu regardes leur visage, tu vois qu'en fait ils sont très motivés pour en fait apporter le résultat au sein en fait de la population marocaine. En tout cas, en fait nous en tant que frères africains, on est derrière eux et nous les souhaitons en fait une belle victoire. Et qu'il soit qualifié aussi pour les huitièmes de finale, comme nous, le Sénégal. Je suppose que يعني ما غاديش يخرج على النطاق، وان شاء الله غادي يربح المقابله الثالثه وغادي يفرح المغاربه كاملين، وكنتوقع ان شاء الله الانتصار في هذه المقابله بنتيجه 5-0 نظرا للمستوى الكبير يعني، وحتى المعنويات ديالنا حنا دابا مرتفعين، ومن هنا لقدام ان شاء الله يعني الا دازوا هذا الماتش يعني يعني كنتوقعوا يوصلوا لمراحل متقدمه بزاف في المونديال. يعني ماشي ما غاديش تكون غريبه، يعني منتخب قوي وعندنا اللعبه يعني حاضرين دينيا، وعندنا دابا مدرب وطني يعني مقتدر، وان شاء الله كنتمنوا الخير. قد نتوقع ان شاء الله 2-0 المغرب. المغرب ان شاء الله كارت فينا يديها كارت فينا ماشي الدمي فينا، والفينال نربحوا ان شاء الله. كنتوقع غدا غيكون المغرب يربح بطبيعه الحال 2-0 ان شاء الله. كنتوقع انها غتكون شي نتيجه مزيانه للمنتخب الوطني، وكنتمنوا المدرب عاوتاني يدخل لنا بشي تشكيله مزيانه على الماتش، بحال الماتش اللي فات كانت يعني داروا مجهود كبير، وان شاء الله غتكون نتيجه مزيانه، وكنتوقعوا نتيجه مزيانه، كنتوقع انها غتكون نتيجه من بين 2-1 حتى 1-0، وان شاء الله غادي نربحوها.